وأيضا لمزيد من المتابعة ينضم إلي من رام الله السيد عمر الغول عضو المجلس المركزي الفلسطيني. يعني الجبهات أو الجبهة الشعبية والديمقراطية وكذلك المبادرة وجزء من حزب الشعب يقاطعون اجتماعات المجلس المركزي، إضافة إلى غياب حماس والجهاد وهما ليس عضوا في المجلس. في ظل هذا الغياب ماذا يمثل المجلس؟ يمثل الشعب العربي الفلسطيني بكل تطلعاته وبكل ألوان طيفه السياسي والفكري والعقائدي، وبالتالي غياب حركة حماس وحركة الجهاد كما تعلم وكما أشرت، رغم أن الدعوة وجهت لهم ولكن هم ليسوا أعضاء في المنظمة. والجبهة الديمقراطية أكدت في بيان مكتبها السياسي أنها معنية بمنظمة التحرير وبموقعها وبدورها الفاعل في داخل الهيئات المنظمة، وهي المرة الأولى التي تمتنع فيها الجبهة الديمقراطية، وأنا أعتقد أن هذا لا يلغي دورها ومشاركتها في إطار منظمة التحرير وكذلك الشعبية التي تعودنا عليها في على مدار تاريخ وجود منظمة التحرير دائما تمتنع وتنكفئ في هذه سيد عمر وتلك الجلسات اللحظة. ربما المجلس هذا لا يؤثر ولا يقدم، لا سيما وأن الجميع المجلس المركزي اليوم يعقد هذه الاجتماعات، ما هي القرارات المتوقعة للخروج من هذا الاجتماع؟ أولا كما قرأت، إن كان قرأت عنوان الدورة، دورة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة، وهو أحد أهم القرارات التي سيتم مناقشتها داخل أروقة المجلس. إضافة لذلك، بعد إقرار إسرائيل مشروع قانون الأساس القومي غير أنه عنصري، فهو قانون ينفي الهوية والرواية والوجود الوطني الفلسطيني والتاريخ. سيد عمر، النصاب العددي فيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية هو مكتمل، ولكن النصاب السياسي غير مكتمل، كيف سيؤثر ذلك على الاجتماعات برأيك؟ النصاب السياسي مكتمل، لأن النصاب السياسي غياب الشعبية وامتناع الديمقراطية لا يعني، وحتى المبادرة لا يعني، أنهم تخلوا عن عضويتهم بمنظمة التحرير وعن إقرارهم بأنها الممثل الشرعي والوحيد. وهذا يحدث في مسيرة وحدث في مسيرة النضال الفلسطيني أن عددا من الفصائل قاطعت، وتذكرون 1984 والدورة 17 في عمان التي عقدت. بالتالي يعني كنا نتمنى حضور كافة القوى دون استثناء، ولكن يعني هناك لكل فصيل من الفصائل سببه، وبالتالي مع احترامنا الشديد لوجهات النظر التي أدلوا بها، وأنا أتمنى وتمنيت على الجبهة الديمقراطية بلقاء بالأمس مع أعضاء المكتب السياسي ونائب الأمين العام أبو ليلى أن يعيدوا النظر فيما اتخذوا من قرار، وأتمنى عليهم أن سيد عمر يعني ما هي الضمانات لتنفيذ ما تم التوصل إليه، خاصة وأنه لم يتم الالتزام بقرارات المجلس السابقة؟ أنا ألاحظ أن كثير من القوى والمراقبين متعجلين. نحن مثلا على سبيل المثال للحصر، تعليق عضوية إسرائيل أحيل، تم اتخاذ القرار تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى اللجنة التنفيذية لتجد اللحظة السياسية المناسبة لتنفيذ القرار. أنا أعتقد أن القرار الآن بات واجبا، لا سيما بعد إقرار قانون الأساس القومية الإسرائيلي الذي أشرت إليه قبل قليل بأنه قانون ينفي الوجود الفلسطيني ويفتح الباب لتصفية القضية الفلسطينية وممارسة الترانسفير والتهويد والمصادرة ونسف عملية السلام أيضا بالكامل. الآن مطالبين نحن بوضع هذا القانون على الأرض. كذلك الأمر بالنسبة للمرحلة الانتقالية، عنوان الدورة يقول الانتقال من السلطة إلى الدولة،
هو عنوان أساسي يحتاج إلى ترجمة القرارات التي اتخذت بالدورة 23 للمجلس الوطني ودورتي المجلس المركزي 27 و28 وتنفيذها وإيجاد الآليات والأدوات القادرة على تطبيق هذه القرارات. أشكرك، كنت معي من رام الله السيد عمر الغول عضو المجلس المركزي الفلسطيني، كنت معي.